يا سلطانية، ايه ده مالك؟ في ايه؟ مش في حاجة. لا شكلك متضايق، في حاجة حصلت؟ قلت مش في حاجة. بتتعدل يا ابني وتتكلم في ايه؟ والله فكر بقى، انت عملت ايه ضايقني وانت هتعرف لوحدك. نعم؟ لا بقول لك ايه، هي مش ناقصة، يا تقول في ايه يا تتعدل وتتكلم زي الرجالة يا سلطان. زعق واعمل الشويتين دول عشان تطلعني انا غلطان تلاكيك. غلطان في ايه يا ابني؟ انا مش فاهم حاجه، قول في ايه. انا اقولك، قلت لي مش ناكل يا سلطان، هنتغدى سوا، عملت الاكل وبرد وانا مش هسخن تاني. لا بقولك ايه، يالا فوق وتعدل يا سلطان، الوقت طلع ما فيهوش غلطه، لقطه قشطه، وانت بقيت شبه الكلب الوالده بشكلك ده. سلطان فوق يا اما قسما. انت مجنون؟ والله ما قصدت ده، دي جد الغلط.